أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية. بدأت تبعات قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام برفع أسعار المشتقات النفطية بالانعكاس على الأسعار في دمشق. وأشارت صفحات تابعة للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن سائقي الأجرة رفعوا تعرفة النقل في دمشق بين 10 و15 ليرة سورية. من جهتها حذرت جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها التابعة للنظام أيضا من ارتفاع جنوني للأسعار بعد رفع أسعار المشتقات النفطية، في حين توقع محللون اقتصاديون أن يؤدي القرار إلى رفع الأسعار بنسب كبيرة تصل إلى 100% في مختلف القطاعات. وفي حلب أيضا لم يكد يعلن نظام الأسد عن رفعه لسعر المحروقات حتى بدأت أسعار الأمبير في مناطق سيطرة النظام بالتحليق، حيث تخطى سعره في بعض الأحياء حاجز 1250 ليرة. وبدأ هذا الارتفاع في أسعار الأمبير مع بداية شهر رمضان بمعدل 200 ليرة للأمبير الواحد، ليصبح سعره 1200 ليرة سورية. هذا واشتكى مواطنون في حي المشارقة من توقف مولدتين في الحي بعد القرار الذي اتخذه مجلس المحافظة بالتشميع بسبب رفع أصحاب المولدتين لسعر الأمبير بشكل مفاجئ. أفادت وكالة سمارت أن 900 طن من الإسمنت من إنتاج مؤسسة العمران بمحافظة السويداء مهددة بالتلف نظراً لارتفاع سعره وعدم الإقبال على شرائه. أحد الموظفين في المؤسسة أكد للوكالة أن ارتفاع سعر طن الإسمنت من 33,000 إلى 42,500 ليرة غير منطقي، وخاصة أنه صناعة سورية لا تدخل في مواده الأولية مواد مستوردة. وتشهد محافظة السويداء تحركات شعبية بسبب سوء الأحوال المعيشية ورفع الأسعار، منها دعوات لمقاطعة شركتي الاتصالات الخلوية في سوريا لرفعها تعرفة الاتصالات، سبقتها مقاطعة لشركات النقل اعتراضا على رفع الأجور. أشار المسؤول الإعلامي في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى أن إدخال العمل الاستثماري لمرافق المعبر يهدف لخلق فرص عمل متساوية وعادلة للأهالي في الداخل، فيما العائدات مخصصة للخدمات العامة. وكانت إدارة المعبر أعلنت عن مزايدة لاستثمار محال تجارية ومطعم في المعبر الحدودي مع تركيا، والذي أعلنت عن فتحه أمام حركة السوريين طيلة أيام عيد الفطر المقبل، حيث يشهد ازدحاما شديدا لعشرات العائلات النازحة من عدة محافظات بانتظار السماح لهم بالدخول إلى الجانب التركي. يشكل السوريين في مصر أحد أسباب الارتفاع المفاجئ في نمو الاقتصاد المصري لعام 2015، حيث بلغ عدد رجال الأعمال السوريين فيها حوالي 30 رجل أعمال وسط توقعات بمعدل نمو قوية خلال العام الجاري. نتابع. رغم أن كثيراً من السوريين لم يحصلوا على تصريح عمل في مصر، بل انتهى بهم الأمل للعمل بطريقة غير قانونية، إلا أن المال الذي ينفقونه يغذي الاقتصاد فيها. هذا ما أكده تقرير لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، الذي أشار إلى أن مصر احتوت أكثر من 500,000 سوري خلال السنوات الخمس الماضية، ويبلغ عدد رجال الأعمال السوريين فيها حوالي 30,000 رجل أعمال. يأتي نجاحهم لكونهم عملوا في المساحة الضعيفة من الاقتصاد والصناعة المصرية، وهي حقل الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من مشاكل في الإدارة والخبرة والعمل الفنية وهجرة المصريين لها، وبالأخص صناعة الملابس منها، وهي المعوقات التي تجاوزها الصناعيون السوريون من خلال الإدارة الجيدة وخبرتهم وكفاءتهم في الإنتاج والتسويق. وبحسب الموقع فإن دور السوريين في دعم الاقتصاد المصري لم يلقى حتى اللحظة اهتماما من قبل الحكومة المصرية، وفقا لما قاله رئيس لجنة الاستثمارات المصرية، رغم أنهم يشكلون أحد أسباب الارتفاع المفاجئ في نمو الاقتصاد المصري لعام 2015.
واستنادا لتقارير الأمم المتحدة، يعتبر السوري هو المستثمر الأول في مصر منذ عام 2013. وتبرز أهمية الاستثمارات السورية وقيمتها اليوم كون المناخ الإقليمي بفوضويته وضراوة أزمته والمناخ العالمي بقلقه وركوده لا يشجعان على قدوم الاستثمارات العربية أو الأجنبية إلى مصر أو المنطقة عموما. وفي أسعار صرف العملات لهذا اليوم، سجلت الليرة السورية تراجعا بسيطا أمام باقي العملات، وبحسب سعر السوق في دمشق بلغ سعر صرف الدولار 490 ليرة للشراء و495 ليرة للمبيع، وكذلك في حلب بلغ سعر صرف الدولار 490 ليرة للشراء و495 ليرة للمبيع. وفي أسعار الذهب لهذا اليوم، سجلت الأونصة 1297 دولارا، أما في السوق السورية وفق تسعيرة جمعية الصاغة فقد بلغ سعر الجرام من عيار 21 18200 ليرة، والجرام من عيار 18 15671 ليرة. ونبدأ جولتنا العربية من المغرب، حيث شهدت أسعار أبرز المواد الاستهلاكية في الأسواق ارتفاعاً خلال شهر رمضان، وفي مقدمتها الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم. وبدأت حالة الشكوى من ارتفاع أسعار المواد الغذائية تزداد، وخاصة بأن المغاربة ينفقون أكثر من ثلث دخلهم في رمضان على المأكولات، ولكن الباعة المتهمين برفع الأسعار يلقون المسؤولية بدورهم على الظروف المناخية وآثار الجفاف. أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية أن الخسائر التي لحقت بالمنظومة الكهربائية بلغت أكثر من بليوني دولار. الوزارة وخلال تقرير نشرته تحت عنوان وضع الكهرباء في اليمن، أشارت إلى أن خسائر محطات التوليد بلغت 8 ملايين دولار. هذا ودعت الوزارة في تقريرها إلى تشجيع اليمنيين على استخدام الطاقة الشمسية واستغلال الرياح في توليد الكهرباء. متفوقة على فرنسا، أصبحت كاليفورنيا الآن سادس أكبر اقتصاد في العالم، وذلك بفضل اقتصاد الولاية القوي وارتفاع الدولار الأمريكي. تفاصيل هذا الخبر وأخبار اقتصادية عالمية أخرى في التقرير التالي. أصبحت كاليفورنيا الآن سادس أكبر اقتصاد في العالم، وذلك بفضل اقتصاد الولاية القوي وارتفاع الدولار الأمريكي. ونقلت رويترز عن كبير اقتصادي إدارة المالية بكاليفورنيا أن الولاية كانت ثامن أكبر اقتصاد في العالم عام 2014 قبل أن يتم تصنيفها كسادس أكبر اقتصاد. وتشير أحدث بيانات لصندوق النقد الدولي إلى أن فرنسا هي سابع أكبر اقتصاد في العالم، فيما تحتل الهند المركز الثامن. قالت شركة لوفتهانزا الألمانية إن الديون المستحقة على الحكومة الفنزويلية لها تخطت 100 مليون دولار، وعليه قررت تعليق رحلاتها مؤقتا إلى الدولة اللاتينية لحين حل هذه المشكلة. وتكافح شركات الطيران العالمية لسنوات لإعادة مليارات الدولارات من العائدات التي علقت في عملة بوليفار المحلية بسبب الرقابة على الصرف، مما دفع الكثير من الشركات إلى الحد من خدماتها التي تتطلب أن يدفع عملاء مقابلها بالدولار.
أقيمت في مدينة نيويورك المسابقة السنوية لتصميم فساتين زفاف من ورق الحمام، وفاز بالمركز الأول المصممة فان تران، واستخدمت 10 بكرات ضخمة من ورق الحمام، وتقدم للمسابقة في نسختها 12 والتي أقيمت في نيويورك الأسبوع الجاري نحو 1500 شخص، تم اختيار 10 فقط منهم بعد التصفيات. والمسابقة تقيمها جمعية أعراس رخيصة وأنيقة، وتمولها شركة شارمن للمناديل الورقية، ويسمح فيها فقط باستخدام ورق الحمام والصمغ والأشرطة والدبابيس والخيوط. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا لحسن المتابعة، ولن نعود إلى الزميرة ميرا. إليك ميرا. شكرا دعاء.